ندير الدمج. هذه الصورة ليست في فلسطين أو في بورما، إنها في اليمن، وبالتحديد في مدينة دمت الآهلة بالسكان، حيث تتعمد ميليشيات الحوثي الإرهابية قصف المدنيين بوحشية انتقاما لهزيمتها أمام القوات الحكومية، إذ باشرت هؤلاء السكان الأبرياء بقذائف الموت دون تفرقة بين امرأة أو طفل، بل تتعمد ذلك لوضع بصمتها الإجرامية. ومع أن القوات الحكومية هاجمت مواقع الميليشيات واشتبكت معها في مواقع خارج المدينة، إلا أن جماعة الموت الحوثية وبعد أن تم دحرها من مواقعها ما لبثت أن تقصف بشكل مباشر التجمعات السكانية والمنازل الآهلة بالمدنيين العزل. يا الفندق من الزجاج، الله يوم يا ربي عليك حال عدد. ومع وقع الإرهاب الحوثي يواصل أبطال القوات الحكومية ملاحقة ميليشيات الحوثي الإرهابية لتحرير الوطن من شرورها، فقد أحرزت القوات الحكومية تقدما جديدا في جبهتي مريسة ودمت غربي محافظة الضالع، وتمكنت من تحرير سلسلة جبلية مطلة على مديرية دمت، يأتي ذلك وسط تقهقر للميليشيات وتكبدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.